الآية قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار أزلت جوابا للوليد بن المغيرة حيث قال أينزل القرآن على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف فنحن عظيما القريتين. وذلك تصديقا لقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم بل باختياره هو سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار. Thank you.